إن شاء الله ألف مبروك يا كمال، ما بعرف إذا في يبارك لك. الله يبارك فيك. والله يا سيادة العقيد أنا طالع فترة نقاهة لبين ما صاحب الأمانة ياخذ أمانته. لا تحكي هيك، قصة المرض انساها. بدي إياك تطلع تقضي هالكم يوم مع أحبابك وأصحابك. الحق معك، بس أنا ما بعرف لوين طالعين. معك حق تفكر هيك، صار لك 20 سنة مو قليلين. وأنت قلتها يا سيادة العقيد، 20 سنة مو قلال عمر. كل شيء بحبه انحرمت منه. يلا بسيطة، إن شاء الله بتطلع وبتلاقي أحبابك وأصحابك ناطرينك. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. بس والله خسرت كثير. مو المهم قديش بنخسر، المهم قديش فيك تعوض. المشكلة إنه اللي راح يا سيادة العقيد ما عاد يتعوض. حتى إذا فكرت إني أعوضه. ما في وقت. كيفها؟ تمام. اليوم بدي اطلع انا وياك مشوار ضروري. لوين العزم؟ بدي ادور على يارا. لازم اعرف وين سافرت. لك اخي عودي شوي ارتاح، لسه ما قعدت. شو عم تحكي انت؟ لازم اعرف بنتي وين؟ باي جو عايشه؟ طول بالك، امل مو قصدها. كل اللي قصدها انه ما حلك يعني. يا اخي بركي امها قايلت لها انك ميت. يعني لا سمح الله بدنا نعرف شو قايلت لها، يعني بدنا نفكر شوي. لا لا مو هيك. لساتك بتثق فيها لهلا؟ يا امل الله يخليكي، نهالة تصرفت هيك مثل اي انسانة ثانية. يعني وحدة لقت حالها بدون ظهر بدون سند، شو بدك اياها تساوي؟ انا لو محلها ما بعمل هيك، بقعد وبصبر وبربي بنتي لو شو ما صار. وهي احلى فراريج للخال.
طيب يا جماعة أنا والله حوت من الجوع، خلص بنحكي بعدين. جرب جرب. دايمة ما أكلت خا؟ كفاها الله، كملوا أنتم. شو هالحكي؟ ما أكلت شي؟ شو ما أكلت؟ كلنا أكل وما أكلت، ماري نفس. تمام. خلص كله بينحل. المهم هلا إنك بيناتنا. والله خجلان اطلع لبرا وورجي حالي للناس. خجلان حط عيني بعين حدا. شو هالحكي اخي؟ يحكوا الناس اللي بدهم اياه، نحن بنعرف انت شو. يا خالو بعدين الزمن تغير، يعني الناس ما عاد فاضيه لشيء، دوبها تاكل وتشرب، البلد كلها خربت. بعرف والله بعرف. بس غلط اني اثبت اني نظيف وان كل هالوساخه. حاسس حالي مربط، منين بدي بلش ما بعرف. منين بدك انا بلش؟ تفضل. رؤوف هو الوحيد اللي بيقدر يساعدني. وين ساكن هلا؟ شو بدك فيه وين ساكن؟ ساكن ببيته. لا انا بقصد رضوى، هلا وين ساكنه؟ بدي اروح شوفه. انا صار لي 20 سنه ما شفت حدا. ايه بس عمو رؤوف شو بده يفيدك؟ لحد هلا ما بعرف. ما رح تستفيد شيء، كل هالسنين اللي قضيتهم بالسجن ما زارك ولو مره واحده. شباب لا 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 نضال، هو ما دخله وانت بتعرف هالشيء. انا اللي منعته يزورني، ما بتتذكر؟ كمال انت بدك تدور على يارا وبدك تشوف رؤوف، كل هدول بدك تساويهم. طيب في مجال نروح انا وياك مشوار صغير. لوين؟ في موضوع بدي احكي معك بيني وبينك، ما بدي حدا يكون فيه. لحالنا؟ اصلا انا ما راح اقدر اكون معكم، يعني عندي شغل ساعه بالمكتب وبعدين برجع بالليل بنسهر سوا. ماشي خلو ماشي، لكن لغسل والبس. شو رح تعملوا هلا؟ رح احكي له كل شيء، خلص. وهي الشغله شغلتي. الله يستر. بتعرف نضال، اهم شيء بالنسبه لي بالوقت الحاضر انه اعرف بنتي باي بلد عايشه. والباقي تحصيل حاصل وحياتك. طيب ونفترض انك لقيتها؟ يا رب، ان شاء الله، شو بدي اكثر من هيك؟ طيب واذا قلت لك انه يارا هون بالشام؟ بتحكي جد؟ وصارت صبية وبتطير العالم ويمكن تلتقى فيها بأي لحظة. يا رب الشام. وبتعرف وين عايشة؟ يا سيدي عايشة بالحارة هي وأمي. مع جوزة رؤوف. رؤوف كيف وامتى؟ هلا ما بعرف تفاصيل، بس انت مالك شي عند نهالها، انت مطلقها. نهال تجوز رؤوف جوز اختي؟ هلا بعرف انه الموضوع صعب انك تستوعب، مشان هي خبينا عليك هالفترة كلها. ما عم صدق نضال، ما عم صدق بنوب. كيف تتركوا بنتي تعيش عنده؟ شو عم تعيط له هلا بابا؟ هذا الانفعال غلط، هدي وطول بالك. ما فيني هدي بنوب، تعبت تعبت يا نضال. انا لازم روح شوف رؤوف. كمال طول بالك، هدي. كيف بدي طول بالي؟ 20 سنة وأنا بالسجن يا زلمة، ما أعرف بنتي وين. تطلع هون بالشام ما تيجي تزورني؟ رضوى وين ساكنة؟ شو بدك من رضوى هلا؟ جوز أختي تجوز مرتي وأختي ضلت ساكتة، ما بدي أعرف ليش قبلت بهيك قرف. حقك، بس كمان في ناس تانيين كتير إنهم حق عليك. أحمد وأنا وأمل. أمل اللي فنت عمره وهي عم تستنى. ما حدا فنى عمره غيري، أنا اللي خسرت كل شيء، خسرت بنتي وخسرت أمي، خسرت كل شيء. هلا أنت بهي الطريقة عم تدور على حل يعني؟ شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ صحة. رح وقف جيب لك مي. فات على أوضة أمك، شاف مسبحتها، صار يشمشمها ويبوسها.
بكي وبكاني معه. يبعث لي حمى عليه، عم بشم مسبحة امي الله يرحمها. وانت يا رضوى، قلبك العمران بآيات ربنا، ما بيعرف السماح. مشان الله يا امل لا تزيديها على قلبي، انا ما بقدر ما بقدر، رؤوف بشلني شل. طيب اختي يلا بحكي معك بعدين، مع السلامه. تفضل. ايه اخي ان شاء الله غيرت جو. هيك يا امل، هيك انت عليك، هانت عليك انه تربى بنتي ببيت الناس، بيت الغربة. لا تزعل مني اخي، والله خفت عليك. بعدين وحياتك ربيت بيناتنا، كل يوم الصبح بتجي لعندي وبعرف كل اخبارها. كل يوم الصبح تجي لعندي؟ ليش ما عم تدرس؟ يارا عم تدرس طب. طب؟ لكن اخي نهال كانت تتمناها انها تصير دكتوره. يا حي يا حي. هاي وحده بلا اصل، ما بنزعل عليها اخي. امل مو وقته هالحكي هلا. معلشي خليه بقى يعرفها على حقيقتها. وطي صوتك، المخلوع على ذمه رجال تاني. مريت ومشيت باماكن بعرفة، حسيت غربي لا ما فيه وصفة، نفس العيون بس وين نظرات الدفى، نفس العيون